السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو فيديو ديو قناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات الـ Image Processing في السي شارب. الفيديو اللي فات شرحنا أول فيديوين اللي فاتوا شرحنا جزء كده من الـ Image Processing اللي هو الـ High Pass Filter والـ Low Pass Filter والـ Convolution والحاجات دي. إن شاء الله النهاردة هناخد مثال عليهم في الـ Imgo CV. تعال كده نشوف الكود اللي احنا كاتبينه هنا. احنا هنا بنعلن عن Image جديدة كان اسمه ايمج، بياخد نوع كلارز بتاعته بي جي ار والداتا تايب بتاعته بايت، وده الباز بتاعه على الكمبيوتر عندي. في داله لو انا مثلا الصوره حجمها كبير او حجمها صغير، فانا ممكن لو انا عايز اعمل ريسايز للصوره يعني اخليها حجم ثابت، بتخش على البرنامج بتاعي بحجم ثابت، فانا من خلال داله الريسايز دي داله موجوده في الكلاس اللي اسمه ايمج، بتاخد مني بارامترين. اول بارامتر اللي هو الويدز اللي هو العرض الصوره، بغض النظر مش عرض الصوره اصلا، لا عرض الصوره اللي انا عايزها تبقى عليها. عرض الصوره انا عايز مثلا 900 بكسل والهايت 600. وفي هنا الداله المستخدمه عشان لتغيير الصوره. في عندك هنا دوال كتير في الاريا، في الكابك، في اللينير، هو بتبقى ديفولت لينير، بس احنا هنا عايزينها يعني احنا لو انت عايز تصغر الصوره، يعني لو هي صوره كبيره او انت عايز تصغرها فانا بفضل لك الاريا، لكن لو هي صغيره وانت عايز تكبرها فانت يا اما تستخدم اللينير يا اما الكيوبيك. الكيوبيك بتديك جوده اعلى في الصوره بس بتاخد وقت اكبر شويه، لكن اللينير يعني بتديك، هو يعني الاثنين متشابهين لحد كبير، بس الكيوبيك بتبقى احسن يعني، بس اللينير هي جوده يعني لا باس بها، بس بتديك وقت اسرع من الكيوبيك. طب احنا عندنا هنا ايه الصوره كام؟ تعالى كده لو احنا شفناها مثلا، احنا عندنا الصوره دي اللي هي الصوره دي طبعا كبيره قوي، حجمها كبير يعني، فاحنا ايه هنستخدم الاريا. انت ممكن برضو تستخدم اللينير وكده في التصغير، بس الاريا هي بتبقى افضل حاجه في التصغير يعني. هنا احنا بنعرض حجم الصوره، طبعا هي تبقى 900 600، فاحنا ملهاش لازمه هنا، وبناخد كوبي من الصوره نقول ايمج دوت كلون. كلون دي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت او امتى مش فاكر، واحنا قلنا كلون دي بتديني نسخه من الصوره، بنحطها في الكوبي. بعد كده احنا هنا بنيجي نصمم الكيرنلز بتاعتنا. احنا هنعمل ايه على الصوره؟ احنا في الاول هنعمل بلور للصوره، هنوزع يعني مش هنوزع شويه البكسلات بتاعت الصوره مع بعض، شويه هنعمل لها بلور بالكيرنل اللي هي 1/9 اللي هو الكيرنل العاديه بتاعت البلور بتاعتنا. بعد كده هنعمل لها ايدج ديتكشن بالكيرنل بتاعت هاي باس فلتر. في نوع من الهاي باس فلتر اسمه لابلاس، ده كيرنل من انواع الهاي باس فلتر بتطلع لي الايدج ديتكشن. وفيها بعد كده هنعمل بالشارب، هنطلع او هنبين او هنزود الايدج، هنزود الاختلافات اللي في الصوره اللي هي الفيتشرز في الصوره. احنا هنا بنعمل اري 2 دايمنشن فلوت، واحدة للشارب، واحدة للبوكس بلور، واحدة للابلاس. طبعا انت هنا بتكتب الشارب زي ما احنا قلنا، الكيرنا بتبقى مجموعة من الهاي باس فلتر واللو باس فلتر، بغض بس هي بيبقى مجموعة واحد، بس هي بتبقى يعني بتطلع الايدجز اللي في الصورة. فهنا هنا سالب واحد كلها سالب واحد ما عدا في النص بتبقى 9. البلور كلها وحيد، وبعد كده هنروح قاسمينها على 9 هنا لما بنجي ندخلها في الداله بتاعتنا اللي هي هتاخد الكيرنل دي اللي هي الفلتر 2 دي. الداله دي بتاخد الكيرنل اللي احنا بنديها لها وبتلف بقى على الايمج كلها. فبدل ما احنا هنلف لا يدوي، لا هي الفلتر بتعمل الكلام ده كله، بعد كده بتطلع لنا الناتج في الاخر. واللابلاس بيبقى مجموعه صفر طبعا، بيبقى هنا اللي في النص سالب 4، هنا اهي سالب 4، وبحواليها وحيد، او ممكن تخليها كلها وحيد وتقلبها سالب 8 اللي في النص اللي انت عايزه. بعد كده احنا بنعمل ايه؟ بعد كده بنعرض الايمج بتاعتنا الاول، بعد كده بنقول فلتر 2 دي، نستنى لغايه ما يعني ندوس اي كي، بعد كده تخش على العمليه اللي بعديها. بنقول هنا سي في انفوك دوت فلتر 2 دي. سي في انفوك دي فيها الدوال اللي احنا هنحتاجها في الايمج بروسنج. في دوال في الايمج يعني في دوال اساسا موجوده في الـ في الـ في الايمج هنا في الكان ايمج، ومش بتبقى موجوده برده في سي في انفوك، بس في دوال في سي في انفوك وفي سي في انفوك ومش موجوده في الايمج في كلاس الايمج.
طبعا الحكايه دي يعني انت مش ملزم ان انت تعمل الكيرنل ده في يعني في اللي هو اللابلاس والبلور الاثنين دول موجودين في الايمج في اللي هو كلاس ايمج ممكن تستدعيهم بصوره من غير ما تعمل كيرنل وفلتر 2 دي لا هو من جوه فانكشن هو فانكشن بيعمل الكلام ده كله هنشوف دلوقتي بنقول هنا فلتر 2 دي بنديله الايمج بتاعتنا اللي احنا هنعمل عليها الفلتر وبنطلب بنديله برده الايمج اللي احنا هنطلع فيها الناتج الكوبي دي بعد كده بنقول له نيو ماتريكس او بياخد كلام من ماتريكس نيو ماتريكس ونوعها فلوت ونديله البوكس بلور او الكيرنل بتاعتنا عشان يحولها للماتريكس عشان تخش للفلتر 2 دي وقبل ما تدخل بنديلها على 9 خلي بالك احنا هنا بنعمل بلور للصوره بنقسمها على كل على 9 دي بيخش على كل القيم اللي جوه البلور ويقسم كل القيم اللي جواها على 9 عشان يبقى مجموعه واحد بعد كده بنقول له نيو بوينت بنقول له هنا ايه البوينت اللي هتبقى اللي هتمشي على يعني ايه البوينت اللي هتمشي على البكسلات احنا بنقول له البوينت سالب واحد وسالب واحد دي اشاره انها البوينت اللي في النص بعد كده نفس الحكايه برده مع اللابلاس هنا برده نفس الحكايه مع برده الشر احنا بنقف بعد كل عمليه بعد كده بنخش على الماتريكس بعدين طبعا اللابلاس مش محتاج ان احنا نقسم عليها 9 لانها مجموعه صفر ممكن انت برضه تشيل الواحد على 9 دي بس هتضطر تحط في كل قيمه كده واحد على 9 يعني واحد على 9 وفي كل قيمه هتكررها كده لا احنا على طول كده من قبل ما ندخلها بنقول على 9 كل القيم ده كده بنعمل رن الصورة اللي معانا ايه هو عمل لها ريسايز بيقول لي 900 600 دوس انتر دي الصورة بعد ما اتعمل لها بلور يعني مش هتلاحظ في اختلاف بسيط شوية هنا في البلور بعد كده جاب لنا الايدج اهو دي الايدج زي يعني باهتة شوية او مش باينة تعالى كده بقى نخليها بالشارب اهي بانت اهي طلع لنا الايدجز باينها لنا خالص اهي موجودة اهي ممكن انت تزود في قيمة الشارب يعني انت مثلا ايه بدل التسعة لا ممكن نخليها رقم كبير ممكن مثلا نخليها 13 مثلا انت كده بتزود في قيمة البكسلات اللي هي مختلفة فاهمني؟ الشارب مش لازم يبقى معاه ايدج ديتكشن يعني مش لازم الايدج ديتكشن تبقى قبل الشارب لا انت ممكن تعمل الشارب قبل بعد البلور على طول فهي بتحافظ على الصورة وزي ما قلت لك بتزود الاختلافات اللي في الصورة بس بتحافظ على الصورة زي ما هي 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 انتر ادي البلور ادي الايدج ادي الشرب بعد الشرب